سلام سلام شيرات، كراكم دايرين؟ ان شاء الله قاع تكونوا غايه. صح فطوركم خوتاتي؟ كما شفتوا بدينا في سلسله حلويات العيد. قناه تاعي دائما تجيب لكم الحلويات السهله بسيطه اللي تقطع بزاف وتاني تكون اقتصاديه. انا عارفين بلي كاوكاو راه بزاف بزاف غالي، على هادي درت لكم ليلات يعني تنجموا تقولوا عليهم تشارك، بصح ماشي محشو بدون حشو، ولكن فيه كميه قليله من الكاوكاو. ان شاء الله تشوفوا الوصفه حتى للاخير باش تكتشفوها معايا. الاولى نديروا 250 غرام يعني 250 غرام زبده طريه، نصف كاس تاع سكر ناعم سكر غلاس، الكاس تاع 200 مليلتر، مع صفار بيضتين، صفار بيضتين، والابيض هذا غادي نخلوه نحتاجوه من بعد ان شاء الله. ونبدا ندخل غايه هذاك السكر والبيض في الدهان. لهذه دائما نقول لكم الزبده تكون طريه اللي تخدموا بها الكاطو، ما تخلوش الزبده تاعكم في الفريجيدار ويابسه. من بعد درت مغرف صغير على فاني، قرصه صغيره تاع ملح بين يديه. ديري نص كاس كاوكاو محمص ومطحون، تنجمو ما ديروش هذا النص كاس. وعندي نص كاس جنجلان محمص ومطحون. الكاوكاو والجنجلان غادي يعطونا ذوق رائع ومميز لهذا الكاطو، كاطو بزاف بزاف شباب ويحمر الوجه، معسل ويذوب في الفم. دخلت هذوك الجنجلان والكاوكاو، من بعد نزيدو المزهر. المزهر هذا الدور تاعها يخلينا الكاطو هشيش ومام، يعطيني بنة شابة، يجيك اريا رقو هكا تاع مزهر بزاف شباب. ديري ربع مغارف كبار، سيرتو الا كان المزهر من النوعية المليحة، الريحة تاعها غادي تكون بزاف شابة. ثاني دخلت هذيك ربع مغارف هكا، ودروك نزيدو الفارينة غير بالتدريج. غادي ندير الفارينة وندير مغرف صغيرة تاع فرفارة اللي هي خميرة الحلوى، غير مغرف صغيرة يعني نص باكي تاع خميرة الحلوى. وغادي نبدا ندخل هذيك الفرينه غير بصباعي، دائما نقول لكم الكاطو ما ينعجنش، تزيدي بالتدريج الفرينه وتبدي تجمعي بصباعك، غير تزيدي بشويه وتجمعي. لازم تتحصلي على عجينه تكون طريه ولا ملمومه كاع، المهم تكون طريه ما تنشفيهاش باش الكاطو تاعك يجي هشيش ويذوب في الفم، ما يجيش قاصح. شوفي هكذا، في هذا الوقت غادي تروحي تشعلي الفرن تاعك يسخن. من بعد نجيبو هذاك بياض البيض اللي كنا خليناه، وعندي شويه كاوكاو محمص ومطحون، يعني كاع في هذا الكاطو تاعك تحتاجي حوالي كاس ونص تاع كاوكاو، ماشي بزاف. غادي نبدا نخدم الكريات بهذيك العجينه. الكريه درت وزنها 25 غرام، الا عندك ميزان وزنيهم كاع 25 غرام باش يجوك حبه بحبه قد قد، والا ما عندكش ديري عينك هي ميزانك هكذا. شوفي غادي نوري لك يكونوا هكا، ونكملهم كاع كيف كيف باش بعد كي نشكلهم تجيني خدمه سهله. انا ندير كريات كاع نوجدهم هكا، داروا لي 35 حبه. نحاول نعطيكم المقدار باش تعرفي شحال تخرج لك هاد المقادير، تبغي تضاعفي تبغي ديريهم هكا تبغي تنقصي. المهم غادي نبدا نجيب هذيك الكريه ونحلها غايه هكا، نشكل بها هلال. دائما الهلال نقول لكم غلضوا في الوسط ورقوا في الاطراف باش يجيك الشكل تاع الهلال شباب وفيني متحوف. شوفي كيفاش درت للاطراف، ودروك غادي نحاول باش ندوره هكذا يجي بزاف بزاف شباب. بعد غادي نفوته في بياض البيض، فوتي في بياض البيض ومن بعد ترمضيه في الكاوكاو. شوفوا درتها في بياض البيض ونعاود نرمده في هذاك الكاوكاو باش يرفد لي الكاوكاو المحمص ومطحون. هنا ما تطحنيش شكل فارينه، طحني باش يبان شي شويه هكا كيما نطحنوا للمشوك وكاع هكا. شوفوا جا بزاف شباب، صدقوني حلوه رائعه بزاف رائعه وبريزونطابل وميم تصلح للعيد. بعد ما شكلت هكا الهليلات تاوعي غادي نديرهم كاع في الصني اللي يدخل للفوق. درت انا هاد الكميه ومازال باقي لي العجين، شوفوا مازال مكمله ونديرها في الصني باش نطيبها. دخليه للفرن اللي يكون ساخن، كي يطيب لك من التحت حمريه شويه من الفوق هذاك الكاوكاو وخرجيه. هنا شوفوا كيفاش حمرته، كي شته طاب لي من التحت حمرته شويه من الفوق. من بعد وهي ساخنه انا راح حامي الكاطو ما خليتهاش يبرد، نجيب العسل كل حبه تاع كاطو نحاول ندير فيها مغرف تاع عسل باش تتشربها غايه. وني دايره لاغري هكا الشبكه باش العسل كاع يهود لي تحت ونعاود هذاك العسل نخدم به. شوفي لازم يكون ساخن من الفوق ديريكت، والعسل لازم يكون بارد هكا يتشرب لك هذاك العسل. الكاطو هذا غادي يجينا معسل كيما تنجمو تخلوه هكا، ولكن ما راش حلو. شفتو درنا غير نص كاس تاع سكر غلاس،
مقلناش بزاف سكر، يجي هكا. انا خليه يكتر غايه من العسل، من بعد نحطه في طبق التقديم على هذا الشكل. شوفوا درت له هذيك النوع بالخيشه، جا بزاف شباب، يعني درت له هكا لمسه عصريه. ان شاء الله يكون عجبكم الكاتو تاع اليوم. شوفوا كيفاش يتفتت في يدي قبل فمي. ان شاء الله خواتاتي تدعموا الفيديو بجام، ولا كنت الاول مره تزورينا نقول لك غير اشتركي في قناتي وفعلي الجرس، غادي تحتاجي بزاف الوصفات اللي نديرهم، خاصه الناس اللي تبغي الحاجه الاقتصاديه سامبل بسيطه واللي تكون بنينه وشابه. حبيبتي استودعكم الله الذي لا تضل ودائعه. سلام.